السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الفولور اللي معنا، مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في فيديو جديد في سلسلة التذوق. كيما معرفين تذوق الأكل ولا تحدي التذوق، في برودو جديد كيما معرفين كيما عدو العباد كيما عودناكم. ها البرودو هذا شغل كريم كشغل شيكولا كشغل ما على باليش، شريته من بارتي تاع الحلويات. فوالا بارتي تاع الحلوى الموت عليهم. هذا مصنوع صنع تركي 100% حلال بيان سير. ها جاي برودوي كيما هكا، لو كان ذوقو قدامكم نقولكم واش هو، مكتوب بالتركية كيما تشوفوا. بسم الله، فيه ريحة الكاوكاو، جاي سايل هو. فوالا شغل الأخرى نقولك هذه بسم الله زبدة فول السوداني هذه بنينا بنينا زبدة فول السوداني. هذه العجينة لاصقة هنا بنينا بنينا. جربت زبدة فول السوداني سامبل ماشي بالشيكولا، هذيك شغل مخلطين معها الشيكولا، فيها شغل ذوق النوتيلا، ما فيهاش سكر مضاف، ماشي كيما تاع زبدة فول السوداني تاع الجزائر، هنا مخدومة اللي في الجزائر. ودروك نزيد ندير لكم عليها فيديو واحد اخر تعريفي. طب نعطيها تقييم 8/10. هذو جماعة السبور والميسكيلاسيون والورك اوت وهذوك الحكايات، الجيم يهتموا بالحكايات هذو، يشتيو هذو زبدة فول السوداني والامورات هذو لي بروتين. بنينة والله فريمون، كنت نشري انا الاخرى تاع زبدة فول السوداني المصنوعة هنا في الجزائر، الذوق تاعها مش كيما هكا، هذه فيها ريحة الكاوكاو، الاخرى ما فيهاش حتى ريحة. الله المستعان. وصلنا لنهاية الفيديو، باش ما يكونش الفيديو طوال كيما العادة نحطوه في تيك توك وفي اليوتيوب وين ما فين. شكرا على الدعم تاعكم وشكرا على التفاعل تاعكم مع الفيديو تاع اللي فات. في الحلقة 6 نورمالمون اذا ما خفتش نكذب، نشوفكم في فيديو جديد وميرسي على التفاعل تاعكم.